إيهاب وعليا فهد بلان أولاد فنان الرجولة وسفير الأغنية السورية للعالم العربي الراحل الكبير فهد بلان. إيهاب اللي قرر أنه يخلد ذكرى بيه ويتميها معه، هل هو حامل للأمينة أم مقلد جيد لفهد بلان؟ أما عليا اللي بتغني من عمر كتير صغير، هل انتهجت خط بيها أم قررت تروح بالفن لمطرح تاني؟ الإجابات عند إيهاب وعليا بلان. عليا بلان وإيهاب بلان، أهلا وسهلا فيكم. يا أهلا. أول شيء كيف السويدة وأهل جبل العرب وكل من عندكم من صوبكم؟ بتسلم عليكم والله يسعد أوقاتكم الجميع، وكل الشكر للبلد الشقيق لبنان، بلدنا الثاني يعني. الله يحفظك. والشكر الكبير للشعب اللبناني وهالترحيب الكثير كبير اللي أنا يعني جد بفتخر فيه، وبعتبر إنه نحن بلد وحدة مش بلدين. طبعاً. ويسعد أوقاتكم وكل الشكر لك رابعة. الله يخليك. إيهاب اللي بيشوفك واللي بيسمعك كمان عليا فيها شبه من الوالد الله يرحمه، لابد أنه يسأل يعني أنه أنت حامل الأمانة، خصوصا بس يسمعك، انتبه، حامل الأمانة من الوالد أم مقلد للكبير فهد بلان؟ أنا كلمة مقلد سمعتها كتير، يمكن بسبب تقارب الأصوات من بعض، بس الحقيقة من صغري أنا متعلق بهذا اللون، ربيت بهاي البيئة، كنا أنا وحياة بي ننام بسرير واحد. هو يحكي إنه أنا يا بابا بدي أسمع أخبار خليني نام وكذا، أنا ما في مجال، حط له الكاسيت تبعه، كانت أيام كاسيت ما في سي دي ما في شيء. لا بدي أسمع أغاني ونام عليهم. من الصغر متعلق بهذا اللون، ويمكن يعني من بعد حبي وتعمقي بهذا اللون وغناء فهد بلان ولون فهد بلان، يمكن حنجرتي انسقلت على اللون الجبلي وطبيعة صوت فهد بلان، فهي الشيء اللي يمكن بيخلي انه في تقارب بين الصوتين، وبيخلي انه الناس تحكي انه ممكن تكون عم بتقلد. إيهاب، حنجرتك انسقلت يعني طبعت مع هيدا اللون او الصوت، ام هي من الاساس خلقت ربنا في صوت بيشبهه أو صوت مطابق لصوت فهد بلان؟ لأنه قلت لك شيء بتقول أنه كان الوالد يدربني لصار صوتي مثل صوته. هلق مثل ما حضرتك بتعرفي الإعلاميين كتير بيكتبوا بياخدوا بيعطوا بالموضوع يعني قد ما بدك ما هيك؟ لا 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 أبدا. هو التدريب، التدريب ما بغير خامة الصوت يعني. أيه. التدريب بيكون على الأسلوب يعني، بياخد منه الأسلوب، بس في شيء بيولوجي بالنتيجة يعني، الولد صح. وابنه في شيء بيولوجي بخامة الصوت طبعا. يتشابه بالضرورة يعني، حتى بالشكل، الشكل كتير بيشبهه يعني. وعليا في شبه طبعا بالعيون، بالعيون. هو بابا كان يقول أكتر شيء بنتي هي بتشبهني. كم ولد أنتم؟ نحن من 30، نحن من ماما، من ام اسم الله، لانه الوالد الله يرحمه كان في يعني بزواج، محب للنساء جدا. طالع مثله، ما تقلي طالع مثله. لا الحمد لله انا بعدنا عزابي بهيدا الموضوع. عليا، بعمر 10 سنين غنيتي. ايه. والوالد كان يشجعك على الغناء. ايه. ولكن كان ينصحك اكيد، شو اهم نصيحه بعد على الان براسك منه بعالم الغناء؟ كان يقول لي بابا انتبهي، هاي درب صعب، ما تفكري انت انه هلق انا بتشوفيني صرت نجم وشايفتيني انه خلص صارت الامور سهلة بالنسبة لي، بس انا كتير تعبت لو وصلت، فانتبهي الدرب كتير صعب وشائق. ايه. كان هيك يقول. انتبهتي سمعتي منه ام ضليتي مكملة في طريق؟ اكيد سمعت منه، يمكن لهيك انا تأخرت شوي لحتى قررت اني فوت. تأخرتي يعني؟ تأخرتي. تأخرت. بس بسبب نصيحته ام بسبب عرائيل واجهتك؟ عليا، لا كمان بسبب انه انا كنت عايشة بالبيت اللي شفت بابا كفنان شو كان يتحمل ضغط وتوتر وسفر وتعب، فما كان عندي الحماس الكافي اني اعيد نفس التجربه يعني. بس بعدين لما حسيت انه انا بالنسبه لي الدرب اسهل كان. طيب الوالد كان معروف بعنفوانه، برجولته، بقسوته، بالاغاني يعني وبالحياه يقال هيك، مع اولاده كيف كان؟ بيحنون ام بيقاسه؟ مش لانه بابا شوفي، بس ما كان في احن منه ابدا. على كل حال رح نشوف ريبورتاج تحية منا من البرنامج للراحل الكبير فهد بلان، نشوفه من مين يا غصن الوفاء والحب.
حب ميل قصدت عينك على مسافة ألف ميل. لما بتقول مطرب سوري كبير بيحضر اسم الكبير الراحل فهد بلان بصوت جبلي مليء بالعنفوين والأصالة، فتح الطريق وبقوة للأغنية السورية تجول وتصول بالأقطار العربية. فهد بلان اللي بينعد اليوم من أشهر 10 مطربين عرب، دخل تاريخ الفن من باب الأغنية الشعبية السورية وما تنكر لفضلها، رفع رايتها من البداية وتحت النهاية بكل فخر واعتزاز. مطرب الرجولة اللي رحل بعد ما أدى التحية ولا عقود لوطنه وفنه، الليلة بنأديله التحية وبنقله بتضل بالقلب والبال. يا مكتوب خايف 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 تروح وتطول. بعد ما شفنا هالروبورتاج تحية لروح الراحل الكبير الفنان فهد بلان، وأسئلة سريعة لأولاده عليا وإيهاب. عليا، من وحي أغنية فهد بلان، عشو بتقولي يا عيني لا تدمعي لما أتذكر بابا؟ إيهاب، مين هي اللي مستعد تشرح لها؟ ضحكت رانيا، ليه ضحكتي؟ لأنه عم جرب يشرح لها من أول ما قلت. مين هي اللي مستعد تشرح لها؟ تشرح لها، بس أنا بلدغ وظائف يا سنة. شو العروس؟ لا طبعا لا. لا، ما بدك تشرح لها شيء. الحياة. الحياة. عليا، عشو بتقولي عنه ما قدرش على كده؟ القسوة يمكن. قسوة الحياة. حلو. لمين بتبعت 2000 سلام يا إيهاب؟ لبلدي سوريا وللبنان كمان بلدي الثاني. ونحن بنبعت لسوريا 2000 سلام من لبنان، وهلا تحية غنائية منك لفهد بلان. شكرا. تفضل. وعلى فكرة مجدي مشموشة لما عرف إنه أنتم بالحلقة قال كيف، لأنه من المعجبين. أنا من المعجبين ومن الناس يلي آخر مقابلة لفهد بلان أنا قدمت برنامج لإحدى الفضائيات. أنت زميل إعلامي لأنه عادي. فكانت آخر مقابلة لفهد بلان يعني يمكن قبل شهرين من وفاته، كان لي الشرف إني أنا أكون المقدم معه. أنت اللي حاولته؟ أنا اللي حاولته، أنا وزميلي. كيف كان الحوار؟ شو علق براسك؟ أنا علق براسي بصراحة شغلة وحدة، كان معنا فنانة مغنية. هلا أكيد فهد بلان ما بيعرفها المغنية يعني، بس كل الوقت نحن عم نسأله هو عيونه على المغنية. اساله من هونيك، بس انا عم بساله من هونيك مثلا بقول له شو الاغنيه اللي كلها غالب انت وان كانوا عيونك بالضبط. انا عم بحاول استدرج وطلع فيي، بس ما شاء الله عليه يعني، ما شاء الله الله يرحمه. لا بس مشموشي وقت الشغل بيطلع صح يعني، برا الشغل بيزي، بس وقت الشغل لا بدا ولا شو بالشغل. تفضل ايهاب. الوفا والحب ميل قصد عينك على مسافة ألف ميل. ميل يا غصن الوفا والحب ميل قصد عينك على مسافة ألف ميل. تكحلت من دون ميل اللي تكحلت من ميل هجرك بالعناية.
تجب حدك يا الموت اتمنى يا رهيب ارتق حدك يا الموت اتمنى يا رهيب شوف الضيعة في المنهول شاور لشي أهل بديه شاور جمالي شاور الاشياء اللي ورا شاور الاشياء